مرحبا وسهلا فيكم مشاهدينا، مشاهدين قناة الريان. طبعا عندنا اليوم حدث يهم المشاهدين ويهم الشباب ايضا، حدث رياضي تهتم فيه قناة الريان، طبعا تحت رعاية نادي السيارات والدراجات النارية مخصصين، اللي هو يوم مخصص حق رياضة الدريفت. طبعا لنتعرف اكثر عن هالرياضة، حياكم معنا.
محمد الجابر، كيف الحال جاسم؟ طيب الله يسلمك. شلونك؟ الله يسلمك. ما شاء الله اشوفك من اول الناس الموجودين هنا. يلا نوال عشان نبدل التواير ونضبط الميزانيه حق السياره عشان نقدر نأدي اداء رائع ممتاز ان شاء الله. محمد شلون شفت اقبال الشباب في اليوم الاول هنا عندنا في البطوله؟ ما شاء الله عليهم حاضرين بقوه، ما شاء الله كل ماله كل بطوله وعن بطوله يزيدون العدد يزيد. يعني ما شاء الله احس ان الشباب بدا الاقبال يصير اكثر، بدا الناس يعني تعرف على هالرياضه اكثر. يعني بدات تنتشر وبدل ما يطبقونها برا في الحلبه يكون افضل لهم طبعا. مشاركتك شلون تكون بجاسم هالمره؟ ان شاء الله نادي اداء رائع. بعد الميزانيات هذه اللي سويناها والتعديلات ان شاء الله نعدل. ما شاء الله شوف مبدل التاير ومرتب التاير الثاني وقاعد يعني معدل امورك عدل. لان التاير خلص مركب الثاني الطقم الثاني. مبارك شبيب، ابي شعورك قبل الانطلاق. شعوري طبعا متحمس ونفس ما قلنا يعني بما ان في حلبه وفي تجهيزات، بالعكس يعني حاضرين يا اخوي ندعس ما عندك اي مشاكل. ابو شبيب ما شاء الله يعني نشوف البطوله صار يعني بدات تثبت نفسها في جدول النادي، طبعا هاي الشيء اللي كنت تطالبون فيه. صحيح شيء اكيد يعني، وبالعكس نفس ما قلنا هالشيء بالعكس يحمس الشباب، ومن يوم بلشوا الشباب في ترتيب الدرافت يعني بالعكس طبعا يمكن بدينا 5 مواتر أو 6 لازم، وكل ماله ما شاء الله في زياده بالعكس يعني شيء طيب بالعكس يعني شيء يحمس الشباب، وناس ما قلنا يستغلون الفرصه في الحلبه ان شاء الله. ابو شبيب الحين ابيك تبدع في الحلبه ان شاء الله. شيء اكيد وحاضرين للطيبين. Thank you.
عمرو اليهري ما شاء الله انا اشوفك انت من متابعين الدرك ومشاركين في الدرك، بس هالمره اشوفك الدرفت، شو السالفه؟ والله عندنا واحد من الشباب مشارك والشباب ما شاء الله شوقونا ان ندش وياهم، لان في يعني في حماس انك تدش ويكون عندك كنترول على السياره مثل ما الشباب متمكنين. ان شاء الله نرتب سياره وندخل وياهم نعيش الجو اللي هم عايشينه ان شاء الله. بس انا ما شاء الله يعني اشوف الاقبال في هالمره زاد عن كل مره، وبعكس هذا يعني ما شاء الله ان في ناس قامت تتحمس، قامت تاخذ مواتر، قامت تشتري ذي عشان الناس تسمع، الناس تشارك معاهم وتشوف البطوله كيف تصير. طبعا البركه في الشيخ خالد والنادي مو مقصرين مع الشباب، والفعاليات كل مالها تزيد. يعني اذا تلاحظ اخر سنتين الفعاليات زادت من بطولات محليه وبطولات اي دي ار ال قطر مايل، الفعاليات كل مالها تزيد، والحين الدرفت والعام جابوا ابطال العالم في الدرفت، فان شاء الله ان الفعاليات تستمر اكثر. والفرصه ما شاء الله شيخ خالد مو مقصر ويانا كلش، ان الفرصه موجوده لاي حد يبي يدخل، ويكون في كل شيء تجهيزات سلامه وامان، وان شاء الله باذن الله الموسم الجاي اذا الله راد نكون موجودين معاهم ان شاء الله. محمد علو ما شاء الله عليك من اكثر شخص اذا تواجد زيد عدد الجماهير، هالمره انت مش مشارك، شو السر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اول شيء انا قاعد اجهز موتر وللحين ما خلص، بعدين انا قاعد انطر ناس بعد يجهزوا مواتر، وان شاء الله يعني يكونون نكون كلنا في نفس الوقت، موترنا توصل في نفس الوقت. أحمد ما شاء الله نشوف الإقبال هالمرة أكثر وزاد، والتنظيم صار أفضل، وحتى اللي هي البطولة نفسها صار لها خلاص حيز وجدول من نادي قطار للسيارات والدرجات النارية. الحمد لله الشباب ما قصروا، والشباب قاعدين يعطونا يعني فرص. المفروض أن الحين يعني كل العالم اللي هاوية بالدرفت لازم تجي، لأن الحلبة مفتوحة حق الكل، وبدل الشوارع يعني أنا أفضل الحلبة. جيب سيارتك بريكفري، جيب هني، جهز مترك، تشيك عليه في كل شيء. أحمد ما شاء الله يعني نشوف إنه خلاص الحين بدينا أو وصلنا إنه في تنويع في نادي قطر للسيارات والدراجات النارية، صار فيه الدراج، صار فيه قطر ميل، صار فيه الدرفت، صار فيه الدراج العالمي والمحلي. الحمد لله صراحة الشباب يعني ما قصروا، قاعد يفتحون كل شيء، وأنا اللي سمعت أنه في يعني على الموسم الجاي إن شاء الله في حلبة جديدة بتفتح خاصة حق درفت، خاصة حق كارت، يعني هاي اللي باقي بس في الحلبة، هاي اللي كان ناقص، ويفتحون يجيبون شيء ثاني اللي هو أكاديمي حق الشباب اللي الحين ما عندهم خبرة، اللي حاب الشغلة بس يعني ما عنده إمكانية،
يشتري سيارة يجهز ويسوي، بتكون سيارات موجودة، مدربين موجودين، بس انت تدفع اللي هو الشيء الاستهلاكي عند في الأكاديمي نفسها. مشاهدينا وصلنا لنهايه اليوم المفتوح لرياضه الدريفت. طبعا شفنا الحماس موجود بين الشباب والمتسابقين ايضا، واللي امتعونا في الدريفت اللي سووه. هذا مو بكل اللي عندنا، هذا اليوم الاول. اليوم الثاني الشيء اللي يحبه شباب هالقطر واللي يتحمسون له اكثر هالقطر اللي هو الاستعراض الحر. تابعونا بعد الفاصل. رجعنا لكم بعد الفاصل مشاهدينا. طبعا وصلنا حق اليوم الثاني اللي هو اليوم المخصص حق الاستعراض الحر، واللي فيه اهل قطر وشباب قطر يحبونه. مو مطول عليكم، تعالوا معنا نشوف الدعزه او الاستعراض اللي بيصير.
معي اخوي جاسم من العمادي. جاسم امس شفناك بالقطره والعقال واليوم لبس تنظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا تقدر تقول تنظيم امس يختلف عن تنظيم اليوم. امس عندنا عدد سيارات يعني قليل اعتبارا ما بين سيارات الدرفت وسيارات الاستعراض. طبعا سيارات الدرفت توصل ما بين 10 الى 15 سياره، لكن سيارات الاستعراض عندنا تقريبا تبدا يعني تقريبا خلينا نقول من 40 الى 50 الى 60، ومرات حتى يمكن نوصل ل 80 90 سياره. طبعا التنظيم يختلف نهائيا عن عندك. طبعا السيارات الدرفتنج معروف هي سيارات صالون تدخل في مجال معين، عندهم وقت معين وعندهم حلبة معينة. أما الاستعراض الحر طبعا أنت عندك سيارات مختلفة، عندك عدد جمهور كبير، عدد مشاركين كبير، وساحة مفتوحة للسيارة. السيارة طبعا التنظيم يختلف. طبعا سيارة من تدخل تحتاج إلى 5 دقائق أو 4 دقائق لما السيارة تخلص، يعني مش نفس الدرفت اللي عنده مثلا لفة واحدة أو لفتين ويطلع. هاي يفرق ما بين الدرفت والاستعراض. جاسم ما شاء الله يعني نشوف الإقبال كان كبير، هل هذا الشيء بيتعبكم في التنظيم ولا عادي؟ طبعا شيء اكيد هو في ضغط وتعب علينا، لان انت عندك تنظيم ما بين جمهور، في عندك طبعا جمهور اللي يكون متواجد، الجمهور العام اللي برا، وعندك الجمهور اللي يكون داخل النادي طبعا من عائلات واحتياجات خاصه، والجمهور الفي اي بي. ايضا عندك المشاركين، وفي مع المشاركين بيكون عندهم طبعا كرو عمل اللي من ميكانيكا او كهربائي او اللي يساعدونهم في مشاركه في السيارات. اكيد طبعا التنظيم والمجهود يختلف عن تنظيم الاستعراض. جاسم العمادي شاكر لك ويعطيك الف عافيه الشيخ. الله يعافيك.
ايضا عندي احد المنظمين اللي هو خليفه الخيرين. خليفه، نشوف ترتيبكم شلون راح يكون، تنظيمكم شلون راح يكون؟ تنظيمنا ان شاء الله بندخل اول 5 مواتر نجهزهم، ونخلي المواتر 5 الثانيه تنطر، ونبلش ندخل فيهم موتر موتر، ويشوفون على الجمهور، ننطر انكم ما زادوا، عقب نبلش الحماس معهم ان شاء الله. خليفه، ما شاء الله، انت تشوف الاقبال شلون كان اليوم؟ والله بالنسبة لنشتة كان شوي الإقبال كان خفيف، مش ذاك زودنا، على أساس العالم كانت اللي في سيلين واللي في البحر وكل واحد في جوه، بس خبرك إن كل سنة نفس الموال، الحين على بداية الصيف العالم بيزيدون معنا. خليفة، ما شاء الله، نبي نعرف عدد الوقت أو الوقت المسموح فيه حق السائق داخل، أو المخالفات اللي ممكن إن يسويها السائق يمكن في أول بداية طلع على طول. المخالفات هي مبدئيا اذا هو طبعا بيكون داش من عندنا هنا، يكون سيفتي كامل ولابس الهلمت ومجهز نفسه من كل الاحوال. اذا مثلا فسخ الهلمت او شل الحزام مال السيفتي، نشغل العلامات ونوقف السياره قد ما نقدر. بالنسبه حق السياره تكون 5 دقائق حد الوقت لها، وتقريبا سيارتي اذا جاهزه ومعدله تكون لمتها من 3 دقائق ل 4 دقائق. المخالفات اللي ممكن تصير او الحوادث لا قدر الله، يعني شلون راح يكون ترتيبكم، شلون التنسيق، السائق بيكون داخل، شو ترتيبكم بالضبط؟ بالنسبه لنا اذا واحد مخالف، احنا عندنا سيارات السيفتي سيارتين، واحده في بدايه الانطلاقه وواحده في النهايه، نطلع ونشغل الرماقات حوالين الحلبه انه يوقف سياره وما يكمل، نحطه احنا في البلاك ليست على اساس انه ما يتعرض حق نفسه للخطر ويعرض الاخرين. يعني لا تعطل الموتر ولا شيء، طبعا يكون التنسيق عندكم في سيارة خاصة. عندنا سيارات خاصة تسحب السيارة وتطلعها برا وتبلش السيارات الثانية اللي عقبها. يعطيك العافية أبو دعي، وما قصرت، مشكور الشيخ. يا هلا ومرحبا بكم، حياكم الله. ما شاء الله نشوف الاقبال وايد كبير ومتسابقين وايد، يعني انت ان شاء الله تكون شعورك يكون ان شاء الله شلون بيكون معك؟ والله شعوري الحمد لله، عندك النادي ما قصروا، يعطيهم الف عافيه الحمد لله. بدال من كل سنه لسنه جوله، الحين كل شهر جوله، عندك رمضان ان شاء الله جاي اسبوعيا، وما قصروا، كل تنظيم مرتب وحلو ان شاء الله مرتب. معاي اخوي نايف المقبالي. نايف، كيف الحال؟ الحمد لله والله، الله يعافيك. نايف، استعدادك حق الاستعراض الحين شلون بيكون؟ والله مستعدين، احنا جاهزين، يعني مجهزين كل شيء عشان ان نشارك في حلبة قطر. شفت ما شاء الله الاقبال كان كبير،
ويعني ما ادري يعني شلون بيكون ترتيبك بينهم، استعراض شلون بيكون فوق تحت؟ والله ان شاء الله نتمنى كل مستعرض انه يتمنى انه يكون انه يعني متميز بين المستعرضين الباقيين، ونتمنى ان يعني نسعد الجمهور ان شاء الله. يعطيك العافيه وموفق ان شاء الله. الله يعافيك. ما قصرت.
محمد ما شاء الله نشوف وايد شباب من الامارات جايين ويبون يشاركون هالقطار في الاستعراض. يعني لازم الواحد كيف اقول لك يعني يستمتع بهالشغلات، يروح لين دول الخليج يعني يشارك في المكان، يعني يحب شو اسمه يشارك في المكان. شلون شفت التنظيم محمد؟ الحمد لله التنظيم صراحه ممتاز، ما في اي مشاكل الحمد لله. يعني انت مستعد الحين؟ يعني الحمد لله مستعد مره ما يحتاج. معاي اخوي سعيد النعيمي. سعيد نشوف الاقبال ما شاء الله كبير من هالامارات وهالقطار ودول الخليج. الحمد لله اليوم مثل ما شايفين بدانا يعني كم بجوله الحين زادوا، اول جولات كانت تقريبا حول 20 سياره في البدايات، بس هالجوله الحمد لله رجعت فوق 50 سياره. ومثل ما قلت انت سيير من الامارات جايين ما شاء الله عندنا كم فوق 4 سيارات او 5 سيارات، فهذا مبين ان احنا في تطور ومبين ان احنا نستقبل حد من سوالف الشوارع. ما قمنا نشوف مواتر في الشوارع، خفت ان شاء الله الحمد لله، وان شاء الله يعني ان شاء الله نتمنى ان يكون الافضل، نتمنى ان هالشيء يدوم يعني في الجولات الجايه وكل شيء. بس ما شاء الله نشوف الاقبال وايد. ايش رايك في التنظيم؟ دام ان الاقبال اكيد كبير بيكون ضغط كبير على المنظمين. شيء اكيد هذا الشيء، وما شاء الله عليهم منظمين على احسن الاصول ومرتبين الامور كلها من ناحيه السيفتي من ناحيه كل شيء، دخلت المواتر، تسجيل دخول السيارات، مشاركتهم، خروج السيارات، بكل شيء منتبهين. والله يعطيهم الصحة والعافية صراحة. سعيد ما شاء الله احنا نشوف ان الناس يعني بدأت توعى ان خلاص ما في شارع ما في كذا، كله في الحل. صحيح هذا الشيء من عقب ما بدينا في شهر 10 تقريبا كل مرة تزيد الإقبال، فقاموا يخفون من الشوارع، دروا ان الحلبة موجودة شهريا، قاموا يرتبون امورهم، وهذا الشيء اللي نتمناه احنا من البداية. ان شاء الله الحمد لله هذا يعني مثل ما تقول ما وصلنا لاهم شيء، بس كل مالنا واحنا نطور اعمالنا. مشاهدينا شفنا كيف الدفاع المدني تدخل بسرعة على السيارة اللي احترقت، وهذا ندل على أن المكان المسكر اللي مخصص في نادي قطر للسيارات والدراجات النارية هو مكان مخصص آمن واعي. هذه الرسالة اللي حابين نوصلها لكم من نادي قطر للسيارات والدراجات النارية. We'll be right back.
وصلنا لنهاية الحلقة مشاهدينا. في اليوم الثاني شفنا الاستعراض الحر، طيبنا خاطرنا في الاستعراض، وقبلها في اليوم الأول شفنا الدريفت وشفنا كيف حماس الشباب. هذه كانت نهاية تغطيتنا لهالحلقة الخاصة. يعطيكم العافية وقواكم الله.